ممكن سيد عبد الحفيظ متعني بصراحه. بصوا يعني احنا بتوع كوره، فلما بنقعد مع بعض نتكلم، لما بنقعد مع بعض بنتكلم ما بنسكتش، وبنقعد نصحح لايه لبعض، وبنحب بعض جدا عشان تبقوا عارفين يعني، وبنحترم بعض جدا 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 برضو فوق زي ما انتم متخيلين يعني. لعيبه الكوره في الاهلي والزمالك وخاصة الجيل بتاعنا ده، يعني انا ووليد صلاح الدين وهشام حنفي وطارق مصطفى، المجموعة المحترمة دي كده ماشي؟ اوكي؟ فلما حد يتكلم كده ويقول كلمتين زبد او حلوين بنقول له الله ينور عليك، ولما بحد فينا بيقعد يتكلم كلمتين فاضيين بنقول له لا اقف حاسب، اقف حاسب. وعلى فكره يعني حتى بنصلح لبعض في الصح مش في الغلط، في الصح مش في الغلط. نضحك، نهزر، ممكن نحفل على بعضينا شويه، انما في الاول وفي الاخر بنحترم بعضينا. سيد عبد الحفيظ قال كلمتين زي ما انا بقول لكم كده زبد، كيفوني انا كراجل زملكاوي واخاف منهم، كراجل فرقتي بتنافس على الدوري. انا بقول لك الحقيقه. ابو السيد قال ايه بقى؟ قال لك لا نتحدث الا مع انفسنا، يعني ما نتكلمش حد الا نفسنا. هرد عليك دلوقتي يا عدول، عادل الشاهد حاضر، هرد على حضرتك دلوقتي، خليك بس معايا شوية. حاضر. اوكي. خليك معايا بس شوية كده واسمع الكلمتين الزبد بتوع سيد عبد الحفيظ عشان هرد على الكلمتين اللي حضرتك بتقول عليهم دول. قال لك لا نتحدث إلا مع أنفسنا، لأن إحنا اللي خسرنا نقط لا يجب أن نخسرها في الموسم الحالي. دي تصريحات أبو السيد. وانا قلت لكم من امبارح ان الاهلي الموسم ده خسر 22 نقطة ما حصلتش قبل كده لغاية الاسبوع 29. السنة اللي فاتت الاهلي يا رجالة خد الدوري العام، خد الدوري العام بعد ما الدور الاول انتهى وهو قاعد حاطط رجل على رجله وباشا باشا ما فكرش فيه. ليه؟ لانه كان شغال بيكسب، وكان برضه فيه التاسعة ممكن، وكان فيه القاضية ممكن، وكان فيه حاجات كتيرة ممكن. الموسم اللي فات، هو الموسم اللي فات كان سهل، الموسم اللي فات كان صعب. ده بالعكس، ده لعب الفاينل قدام الزمالك، ده لعب الفاينل قدام الايه؟ الزمالك. فالنادي الاهلي السنة دي فرط في مجموعة من النقط، تمام؟ فرط في مجموعة من النقط هي قدام مجموعة من الفرق، وانا قلت لكم الصغيرين كلهم هم اللي علموا على الاهلي السنة دي والزمالك. وجبتها لكم كده، قلت لكم. الزمالك يكسب المحلة، محلة، مع احترامي طبعا لخالد عيد وللمحلة، جزامهم كلهم فوق دماغي. بس يعني لما تحطهم كده على كفتين الميزان وتشوف ميزانيه ده وميزانيه ده واسماء اللعيبه هنا واللعيبه هنا ولاعيبه منتخب مصر هنا وهنا ولاعيبه المنتخب الاولمبي هنا وهنا، لا الفرق كبير. كسبان ده وده. ماشي؟ ماشي. فراجل محترم بقى قال لك ايه؟ قال لك احنا خسرنا نقط الموسم ده، ما ينفعش ان احنا نخسرها. لان هي دي كرة القدم. قال لك هي دي كرة القدم. هو سيد عبد الحفيظ بيقول كده، قال لك هي دي كرة القدم. واتمنى ان تحمل لنا المباريات المتلاحقة المضغوطة يعني اخبار جيدة. وشوفوا بقى الكلمتين الجايين، الكلمتين الجايين قال لك ايه؟ انا لا اقدم اي مبرر،
سواء ضغط مباريات الله عليك او اي شيء، ما بيقدمش مباريات للفشل. وخليكم واقفين معايا هنا شويه عشان اقول لك معنى الكلام ده ايه. ولا الوم الا نفسي. يعني اذا راجل، خلي بالك، خلي بالك الكلام ده في منتهى الخطوره. اوعى تاخد التصريحات دي بتاعت السيد عبد الحفيظ كده وتعدي عليها، لا 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 لا، ده شغل على مستوى عالي، ده شغل المعلمين المحنكين. الشغل ده، الكلام ده مش للاعلام، لا، ولا لجمهور النادي الاهلي، لا 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 لا. تعرفين الكلام ده رايح لفين ولا مش عارفين؟ الكلام ده رايح للعيبه، ده بيقول الكلام ده للعيبه، ده بيحمل اللعيبه المسؤوليه. انتوا عارفين لو سيد عبد الحفيظ طلع دلوقتي، بصوا الشغل، بصوا الشغل، مش بتوع القهاوي اللي قاعد على قهوة في المنيرة بيدير الكورة، خلوه على جنب، ده مش وقته، جايله جايله لسطة، مش وقته خالص. خليني بس في سيد عبد الحفيظ دلوقتي، سيبكم من المنيرة وخليني في سيد عبد الحفيظ دلوقتي، قهوة بلدي. لو سيد عبد الحفيظ طلع النهاردة قال لك الحكام ضد الاهلي، ماشي خلاص، جهز الشماعه بتاعه فشل اللعيبه الماتشات اللي جايه، لان اللعيبه خلاص مدير الكوره بتاعهم قال لهم ايه؟ الحكام خسرتنا الدوري العام مش انتوا. فخلاص جهز الشماعه اللي اللعيبه هتعلق عليها، ها، فشلهم. طب اتحاد الكوره وضغط الماتشات وبتاع والمواعيد ومجاملاته للزمالك وبتاع واحمد مجاهد دول، ماشي، يبقى جهز للعيبه، جهزها لهم خلاص الشماعه التانيه اللي هيعلقوا عليها الفشل التاني، ان اتحاد الكوره هو اللي وقعنا السنه دي. خلي بالك، انما هو هنا بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ ده بيحط اللعيبه قدام مسؤولياتها قدام الجمهور، قدام الجمهور. يعني بيقول للجمهور واللعيبه ايه؟ يعني بيقول للجمهور ايه؟ احنا اللي غلطنا، احنا مين؟ هو اللي بيلعب، هو سيد عبد الحفيظ بينزل يلعب؟ ما بيلعبش، ما بينزلش يلعب. امال بيعمل ايه؟ لعيبه، لعيبه، فبيضغط على لعيبته. اهو ده بقى اسطه، اسطه بجد، اهو ده اسطه، بس ده اسطه في شغلته، مش التاني الاسطه بتاع الحين كراماته. شفتوا الشغل؟ شفتوا الشغل؟ اهو. لذلك انا امبارح في وسط الهيصه والزنبليطه واللي حصل ده، قلت في مشكله كبيره جدا حاصله في الزمالك، ولو ما خدوش بالهم منها ممكن جدا يوقعوا التيم في المرحله الحرجه دي بجهل، بجهل. اللي هي ايه؟ اللي هي ان عندك الجهاد ابو جريشه، جابوه خلاص، جابوه خلاص. عايز تضغط على جهاد ابو جريشه اضغط عليه انت كجمهور، انما اللعيبه لما اتفعلت مع ضغط الجمهور نزلوا متنشنين هم والجهاز على السوشيال ميديا، على السوشيال ميديا، فتفاعلوا مع الايه؟ مع اللي بيحصل. فما تحملش حد النهارده المسؤوليه الا اللعيبه والجهاز. فاهمين؟ يعني المقصود ايه؟ طبعا يعني
بنتقده سيد عبد الحفيظ اخويا الصغير وبحترمه جدا وهو بيحترمني جدا والحمد لله رب العالمين. يعني بنلاقي احترامنا الكبير جدا 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 من سواء اللعيبه بتوع النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي حتى في الشارع لمواقفنا ولكلامنا الكويس. ومش معنى ان سيد عبد الحفيظ بيعمل حاجه كويسه ان احنا نقولها فده حاجه عيب ولا حرام، وبننتقده برضه لما بيطلع يغلط او بيطلع يتكلم في منطقه مش بتاعته او يطلع يثير الجمهور او او او. يعني احنا دائما وابدا بنحاول بقدر ما اوتينا من قوه واستطاعه ان احنا نقف في موقف الايه الصح اللي يحافظ علينا كلنا.